جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم مس المصحف بغير وضوء؟ مس المصحف مباشرة من غير حائل وهو على غير طهارة محرم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. فلا يجوز للمحدث حدث أصغر أو أكبر أن يمس المصحف مباشرة، أما إذا مسه من وراء حائل فلا بأس بذلك. نعم.